نقاشا لكل هذه التطورات من بني غازي ينضم الينا الكاتب والباحث السياسي السيد محمد العمامي. سيد العمامي اهلا بك معنا على سكاي نيوز العربيه في هذه الساعه. وبحسب اخر الاخبار الوارده الينا، ارتال عسكريه مرتبطه بفتح باشغه تتجه نحو طرابلس قادمه من مصراتة. هل هذا يعني ان سيناريو دخول العاصمه طرابلس بالنسبه لباشغه وحكومته بالقوه القاهره قد بدا حقيقه؟ مساء الخير يا سيدتي لك وللسادة المشاهدين والمتابعين. هو بالفعل هذه الأرتال ليس من مصراتة فقط، ولكن من غرب ليبيا أيضا. هناك رتل آخر يقوده أحد القادة الذين يرون استشراء فساد حكومة دبيبة وعدم رضوخه للمغادرة السلمية وتسليم السلطة لهذه الحكومة، وهي حكومة بشاغة التي انتخبت من الكيان الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب. نحن نعي جيدا أن المجلس الحقيقي والشرعي في ليبيا هو مجلس النواب، ولقد اتفق على حكومة بشاغة وعرفنا برنامجها وعليه أن يسلم، ولكن السيد دبيبة يصر على عدم. ولكن كان هنالك اختلاف في تفاسير المواد المتعلقة بتسليم دبيبة للسلطة، إن كان لحكومة منتخبة أو حتى متى تنتهي صلاحيات هذه الحكومة، وهذه جدلية أخرى. الواقع الآن أن هنالك فوضى أمنية في العاصمة طرابلس، برأيك هل هذا يعني أن كل الحلول السلمية استنفذت تماما، أم أن قد نشهد في مرحلة ما تهدئة وعودة من جديد للحوار؟ يا سيدتي دعينا نتفق أنه لن يستقر الأمر ما دام هناك هذا الكم الهائل من الميليشيات المدعومة والتي تنفق عليها الدولة من أموال الشعب الليبي. ليبيا ستكون مستقرة تماما عندما نرى جيش واحد موحد يحميها، أما غير ذلك فتوقعي أي خلاف في ليلة ما أن يتحول إلى اقتتال، وهذا يحدث على مر الساعة. فما بالك بشخص وقف على خزائن ومقدرات الشعب الليبي وينفقه بغير وجه حق من غير رقيب ولا حسيب، متناسيا أن هناك حكومة منتخبة رسمية ويرفض تسليمها، ونحن نعي جيدا أنه حدد موعد بقائه من البداية بخمس سنوات. لو نعود بذاكرتنا إلى الوراء سنرى ونسمع منه أنه حدد خمس سنوات ليقوموا بمشاريع ضخمة لهذا البلد، ونحن لم نرى شيئا سوى عبث وسوى ضحك على الذقون وسوى رشاوي وأموال تهدر هنا وهناك. بقراءة ميدانية أمنية وإن كان في الشق منها أيضا عسكرية، سيد العمامي اليوم هنالك بعض الفصائل المسلحة التي من المفترض أنها محسوبة على دبيبة، يقال إنها تسهل من دخول فصائل باشاغة إلى العاصمة طرابلس. هذا الأمر يضعنا أمام أي سيناريوهات، الدخول الثالث إلى العاصمة طرابلس أم حقيقة هو انزلاق أمني كبير وكبير جدا قد يقود ربما إلى اقتتال أهلي طويل؟ أبدا، هو انزلاق سلس. دعينا نتطلع إلى صورة مشرفة لهذه الكتائب التي وجدت نفسها مرغمة على هذا الاقتتال، بمعنى أنها تفضل الجناح إلى السلم وتسليم السلطة للجهة الشرعية ومحاولة الانضمام مع الآخرين الذين يرون أن حل ليبيا يكمن مثل ما قلت في تأسيس جيش ليبي واحد موحد. لقد سئم الناس هذا العبث الذي يدور من هذه الميليشيات. ليس هناك ميليشيا واحدة ولكنها عددا كبيرا من الميليشيات، وهم الذين يستنزفون الدولة بطريقة أو أخرى. على كل سنبقي عينا على كل هذه التطورات المتسارعة في العاصمة الليبية طرابلس. ومن بني غازي كنت معنا الكاتب والباحث السياسي سيد محمد العمامي، شكرا جزيلا لك.